هو انت لسه زعلان مني؟ المسألة مش مسألة زعل، يعني أنا المسألة مسألة مبدأ. أنا طول عمري حر وعايش في انطلاق، ما حدش بيحاسبني على أعمالي ولا بيكتم على أنفاسي. ما جيش النهاردة وأسمح بحاجة زي كده تحصل، دي حاجة لازم تفهميها. أنا خلاص انا فهمتها ومش هكررها تاني ابدا، ومش هعمل اي حاجة تزعلك، واعتبر واحد. ايه رأيك بقى نحدد ميعاد الجواز؟ لا، ما اقدرش اعمل حاجه زي كده، مش وقته. ليه لا؟ حدد اي ميعاد، بعد اسبوع، بعد شهر، بعد سنة، المهم يبقى في ميعاد مرتبطين بيه. انت مستعجله كده ليه يا نانا؟ الجواز ده ارتباط بدون طول العمر، لازم الواحد يفكر كويس قبل ما يقدم عليه. هو انت ناوي تغير تفكيرك؟ لا، انا ما قلتش كده. انا كل اللي انا طالبه مهله للتفكير. دي تالت او رابع مرة يا نادر تقولي الكلام ده كل ما فاتحك في الموضوع ده. جايز، بس الظروف هي اللي بتقرر كده. معايا انا مش شايف اي سبب للاستعجال. خلاص يا نادر اللي تشوفه، بس عايزك تحط في اعتبارك حاجة واحدة، ان انا بحبك قوي وما اقدرش استغنى عنك، وانت حاجة مهمة قوي في حياتي. حط كل الحاجات دي في اعتبارك وتفتكرها. فاكرها، مش محتاج اي حد يفكرني بيها. طيب انا همشي بقى يا نادر، وسلم لي على شريف، لولا اني عارفة انه نايم كنت دلوقتي سلمت عليه بنفسي. خلاص، هبلغه انك بتسلمي عليه. تصبح على خير. حاجة غريبة، النهاردة كانوا بيبصوا عليا أوي، حتى صبحي ما نزلش عينه من عليا. بتحبها ولا بتفكرك فيا؟ ألو، مين؟ أنا. أنت مين؟ أنا المتيم الأول والأخير. نعم. لو سمحت ممكن تطفي التلفزيون عشان أتكلم معاك؟ بس العينه. هي ضمتنانا مشيت؟ أيوه. أنا كنت عاوز أقول لك عن رأيي في موضوع جوازك ده. أنا مش موافق. يعني اعتبر ده رأي حضرتك النهائي؟ أيوه. تحب أقول لك عن السبب اللي خلاني آخد القرار ده؟ من غير ما أعرف الأسباب، حضرتك اتخذت القرار ده ضد رغبتي، ومن غير ما تشركني معاك فيه. حبيبي، انا عملت كده عشان خاطر صحتك، مش عاوزك تنفعل. انا اعرف مصلحتك كويس وعندي خبره في الحياه اكتر منك. انا مش عاوز علاقتك بالبنت دي تتعدى حدود الزماله وبس. ايه ساكت يعني؟ هتتصرف ازاي؟ حضرتك عارف ان انا ما اقدرش اخالفك، لكن انا مش عارف ازاي هتصرف في القرار ده. كل اللي انا طالبه منك انك تحاول تبعد عن البنت دي. هحاول يا ابو، لكن مش هقدر اوعد حضرتك. سامحيني يا فاتن، مضطر اعمل كده. مساء الفل يا ماما. ايه اللي جابك من الباب ده؟ جايه لصاحبتي فاتن. خلاص، بقت صاحبتك من امتى؟ مين يا فتحيه اللي ضرب الجرس؟ دي منى بنتي يا مدام. مساء الخير يا مدام. اهلا يا منى، ازيك يا حبيبتي؟ اصل فاتن كانت طلبت مني ان انا اجي عشان اقعد معاها. وماله يا حبيبتي، اهلا بيكي. فاتن فوق في اوضتها، اطلعي لها. انا اسفه يا مدام، يظهر الدنيا ضلمه بره، عشان كده ما قدرتش تيجي من باب المطبخ. وهو كان حصل ايه يا فتحيه؟ يعني تيجي من الباب اللي يعجبها
منى وفاتن اصحاب من وهم صغيرين ومتربيين مع بعض. كتر خيرك يا مدام. عن اذنك. مفيش غير حل واحد بس. لو عندك حل قولي. الحل؟ انك تروحي له البيت عشان تشوفيه. معقولة اروح له البيت؟ مش هو سبق وطلب منك كده؟ خلاص بقى. ايوه بس يعني اروح له كده عادي من غير سبب؟ ده يبقى شكل بايخ قوي. كمان كفايه الكلام السخيف اللي بابا قاله عليا قبل كده. لا يا منى دي فكره وحشه قوي، وشوفي حاجه تانية. عندي فكره هايله تحل لك المشكله دي. قولي لي عليها بسرعه. مش هو قاعد في البيت وما بيروحش الكليه؟ وانت بتروحي الكليه وبتحضري المحاضرات. مظبوط. خلاص محلوله. تاخدي كام كشكول على كام ورقه وتقولي ان انت نقلتي له كل المحاضرات اللي كانت فايتاه. ساعتها مش بس هيرحبوا بيكي، دول هيفرشوا لك الارض رمل. فكره هايله، برافو عليك يا منى. دي اقل حاجه عندي. شفتي بقى وجودك معايا بيعمل ايه؟ حلتي لي مشكله ما كنتش عارفه اتصرف فيها خالص. احنا بس عايزين نختم. مساء الخير يا عم. اهلا. مساء الخير يا فاتن. انا كنت عايزه اشوف شريف، اصل جبت له المحاضرات اللي فاتته معايا. شريف عارف اني جايله دلوقتي؟ قصدي يعني خدتي ميعاد عشان تشوفيه؟ لا ما حصلش. مش من الواجب برضو ان قبل ما تفكري تيجي هنا تتصلي بيه وتاخدي ميعاد؟ مش هي دي برضو الاصول؟ حضرتك عندك حق. عموما شريف نايم دلوقتي مش هنقدر نصحيه. لو عايزه تسيبي له رساله او تسيبي له اي حاجه من اللي انت جايباها مفيش مانع. شكرا. كنت افضل اديهم له بنفسي. عن اذنك. اتفضل. دسوقي يا فندم. يا لابس سفيرة. لو البنت دي سألت على شريف تاني ما تدخلهاش البيت. مفيش داعي تبلغ شريف باللي حصل. أمر جنابك يا فندم. مفهوم يا دسوقي؟ مفهوم يا فندم. أيوه يا نانا. معلش كنت مشغول شوية. مفيش داعي للعتاب دلوقتي يا نانا، أنا متضايق جدا. ما ينفعش أقول لك الكلام ده في الموبايل. خلاص. خلاص نتعشى مع بعض الليلة دي. مكنش المفروض حطيت نفسي في الموقف ده. أنا اللي حطيت نفسي في الموقف السخيف ده. مالك يا حبيبتي؟ جاية من بره متضايقة ليه؟ مفيش حاجة يا دادا، مفيش. مفيش ازاي؟ لا اكيد فيه. قولي لي متضايقه من ايه؟ مفيش. مش عارفه يعني بابا شريف ده يعني عايز مني ايه؟ ايه اللي بيني وبينه؟ زي ما يكون كده مستقصدني. كل ما يشوفني لازم يعمل حاجه تضايقني. عمل ايه يا حبيبتي؟ مفيش حاجة، ما عملتش حاجة. خلاص يا ريتا، أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده تاني. حاضر حاضر يا حبيبتي حاضر. لو سمحتي يا ريتا سيبيني لوحدي دلوقتي. حاضر. طب
اعملك كوبايه شاي، كوبايه ليمون يا بنتي. لو سمحتي يا دادا، لو سمحتي سيبيني لوحدي دلوقتي. حاضر يا بنتي حاضر. من غير ما تكون متضايق، اللي عملته ده صح يا نادر. حقيقة أنا كل اللي يهمني هو الولد، مش عاوز يحصل له نكسة ولا أي حاجة زي كده. إن شاء الله مش هيحصل له حاجة، أنت كده حميته من نفسه، والتصرف ده صح. مش عارف لو التصرف ده صح ولا غلط. صح 100%. أنا ما أحبش إن اسم عيلتنا يرتبط باسم عيلة اللي اسمها زوزو دي، مهما كانت مشهورة. سؤالي بقى، لو الصحافة إياها خدت خبر من اللي حصل، هتعملت ايه معايا؟ هو ده شيء جديد؟ ما هو حصل قبل كده. اسمك كان هيتأذي يا نادر. اللي في مركزك مركزه حساس جدا، لازم يحافظ على اسمه. عندك حق. هي انا كنت متضايق جدا بعد ما البنت جت في البيت وقلت لها تمشي. كنت متضايق، عاوز اتكلم مع حد وفضفض. الحمد لله المقابله دي حققت المرض، انا كده مرتاح. شفت بقى وجودي جنبك مهم ازاي؟ كل شيء هيتم في الميعاد، بس مفيش. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا فتحي؟ فهميني ايه اللي حصل بالظبط؟ ما انا قلت لحضرتك على كل اللي حصل. الله، وفاتن مالها ومال الدكتور نادر؟ وشافته فين اصلا؟ انا معرفش، مريتش تقولي على اي حاجه. طب اطلع عنها افهم منها ايه الحكايه؟ لا بلاش، بلاش تطلعي لها دلوقتي. بلاش ليه؟ يعني اهو بلاش وخلاص. يعني ايه بلاش وخلاص؟ ما تفهميني يا فتحيه، في ايه؟ بس انا خايفه يعني لو حضرتك طلعتي لها تكسفك او تتخانق معاكي. وهتتخانق معايا انا ليه؟ ايه السبب؟ ما تنطقي، انت مخبيه عليا حاجه. بصراحه اصلها من ساعه ما رجعت من بره دخلت اوضتها ومسكت صوره باباها الله يرحمه، وقعدت تبصها وتعيط وتقول له كلام كده يقطع القلب. تاني صورة باباها بتقول له ايه يا فتحي؟ فهميني بتقول له ايه؟ بتقول له وحشتني يا بابا، ولو كنت عايش كنت خدت لي حقي، وانا من غيرك ما سواش اي حاجة، يعني كلام من ده. انا تعبت خلاص، ما بقتش عارفه اعمل ايه في الموضوع ده. كل ما اقول خلاص هتنسى موضوع ابوها ده وتعيش بقى حياه عدله، مفيش فايده، بترجع تفتكره اكتر. انا مش فاهمه امتى هتنساه. مش باين عليها هتنساه، بالعكس ده كل ما يبقى بتفتكره اكتر. ما هو بس لو كان اللي اسمه بيومي ده قريب ابوها يظهر، كانت تتحل المشكله اللي ملهاش حل. طب بس هتلاقيه فيه؟ ما هو ده بقى السؤال اللي ملوش جواب عندي. انا لو مأمنه من الناس بتوع الخرافات كنت خليتهم يدوروا لي عليه. والله فكره يا مدام، ما تروحي له. فكره ايه؟ وانا ناقصاكي انت رخيه يا فتحيه؟ هو لو موجود اكيد مسيره يظهر. على فكره الشغل ماشي كويس قوي، احنا هنبتدي المكساج من بكره ان شاء الله. المزيكا وصلتني، سمعتها وعجباني جدا. طيب يا رب بقى الفيلم ينجح المره دي ويبقى تجاري، ترجعش تقولي ده فيلم مهرجانات واعمل ايه وهيعجب النقاد. لا لا لا، انا عندي احساس ان الفيلم ده هيعمل نجاح كبير قوي على المستويين، مستوى الجمهور ومستوى النقاد كمان. الفيلم ده اتعملت له دعايه ما اتعملتش لاي فيلم قبل كده. قول لي يا فوزي، انت ناوي تعمل بريميرا؟ اه طبعا. انت عارف الجمهور بيبقى فرحان لما بيشوف الفنانين، يقعد معاهم ويسالهم ويكلمهم. بعت دعوات لجميع الصحفيين يحضروا معانا الافتتاح. ايه النمره دي؟ الو؟ ايوه نعيم. ايه؟ بتقول ايه؟ ده الكلام ده لو طلع صح ليك عندي حلاوه كبيره قوي. طيب، عدي عليا بكره الصبح. مع السلامه. ايه؟ هتعرف دلوقتي.
الو. ايوه يا فوزي. ايه بتقول؟ ايه انت بتتكلم جد؟ لقيته بيومي جد الحق؟ طبعا مش حوافق، مع انك عارف انه بيحبها ومتمسك بيها. بيحبها متمسك بيها، انا لا يمكن اوافق على جواز منها. ايه مبررك للرفض؟ ايه الاسباب؟ اسباب كتيره قوي وانت عارفها، من ضمنها شخصيه زوزو والحكايات اللي انت حكيتها لي عليها ومشاكلها مع جوزها. بس ايه شايفك مش مقتنع؟ انا مقتنع طبعا، بس انا كل اللي بفكر فيه دلوقتي شريف رفضك ده هيضايقه ويزعله، وانت عارف الحاله اللي هو فيها. مش عارف اعمل ايه يا فياض، انا فعلا في حيره. طب لو ابنك هو اللي بيحب البنت دي كنت هتوافق على جوازه منها؟ في الظروف دي ما اعتقدش. التصرف انا لو مكانك هقعد معايا اسايسه افهمه، بحيث ان انا اخليه هو نفسه اللي يرفضها، هو اللي يقول لا مش عايزها. يا ريت يا ريت ده يحصل. انا عارف انه صعب انه يحصل، لان المسافه دلوقتي بيننا وبين ولادنا بقت كبيره. المسافه بين الاولاد واهاليهم ما عادتش زي زمان، لا للاسف كل ما ده بتزيد، واولادنا عايزين ما يبقوش نسخه من اهاليهم، واعتقد كمان ان ده من حقهم. بس للاسف ده بيبقى على حساب حقوقنا عليهم. انت متاكد المره دي يا فوزي؟ المره دي متاكد بنسبه 100%. ما انت كل مره بتقول لي كده ولما بنوصل ما بنلاقيهوش. المره دي الوضع مختلف، المره دي انا واثق تماما لاني سايب واحد من رجالتي بيراقب كل حاجه هناك. طب انت ضامن الواحد اللي من رجالتك ده انه قاعد لسه بيراقب؟ طبعا ضامن، انا متفق معاه يتصل بيا كل نص ساعه على الموبايل لو في اي ظروف طرقت او اي جديد. اطمني خالص، اعتبري بيومي جاد الحق في ايدك. يا رب يا رب، انا مش قادره اصدق ان الحلم ده ممكن يبقى حقيقه. كلها 10 دقايق ويبقى قدامك بيومي جاد الحق ذات نفسه. يا رب يا فوزي يا رب. نعيم نعيم. ايوه فوزي بيه. بيومي موجود؟ موجود يا فوزي بيه، من ساعة ما اعترت عليه وانا مراقبه، عينيا ما نزلتش من عليه لحظة. تحب اجيبه لحضرتك؟ لا استنى، انا هاجي معاك بالراحة. انزل معاك يا فوزي. استني في العربية هيجيبولك لغاية عندك. طب ما تخيبش عليا. حاضر. ايه ده يا فوزي؟ مش ده بيومي جاد الحق؟ لا يا مدام، ده بيومي جاد الحق. بقول لك ده مش بيومي. يا نعيم بتقول اي كلام ولا ايه؟ لا يا فوزي بيه، انا متاكد ان ده بيومي ومعاه بطاقه كمان. وريني بطاقتك يا باشا. بيومي جاد الحق، اتفضلي شوفي بنفسك. الاسم مظبوط فعلا، بس ده مجرد تشابه اسماء. خد، مش ده بيومي جاد الحق اللي انا بدور عليه. ولا بيومي، ما كانش في حد في الحته اسمه بيومي غيرك؟ كان في واحد اسمه زي اسمي بالظبط، بس ده بيشتغل في السياحه. ايوه هو بيومي اللي بيشتغل في السياحه ده اللي انا بدور عليه. ما تعرفش نلاقيه فين؟ العلم عند الله، من 5 6 شهور اختفى ومحدش عارف عنه حاجه. مفيش فايده يا فوزي، يلا بينا نمشي. اسمع نعيم. ايوه فوزي بيه. تقعد هنا تشمشم لي على بيومي بتاع السياحه دوت، يمكن تلاقي حد يدلك عليه. طمن يا فوزي بيه، هدور لك عليه بيه. يلا تشكرين تشكرين يا باشا. هو الحقيقه دكتور فياض بيبذل مجهود كبير جدا في الموضوع ده وبيتابعه بشده. انا سبب اهتمامي بالموضوع مش الشكوى اللي انتم مقدمينها، ولان ده واجب علينا. الحقيقه انا اهتمامي بيه انساني بحت.
والله لو حضرتك تعرف حالة أبو الولد عاملة إزاي كان صعب عليك جدا. يا مدام بوسينة، إحنا كلنا أباء وعارفين قيمة الأولاد دي إيه. حقيقي ده اللي مخليني مهتم جدا بالحكاية دي. مرسي خالص. طب يا ترى المعلومات وصلت لغاية فين؟ الحقيقة آخر حاجة وصلت لنا إن الست دي بتتنقل من مكان لمكان وبسافر بلاد كتير جدا، ما بتقعدش جوا باريس. بس أنا اللي أثار اهتمامي إنها مش ممكن تكون بتسافر كل السفريات دي واخدة ابنها معاها. دي نقطة كويسة جدا يا فياض. لما فكرت في الموضوع لقيت إن أنا بفكر صح. طب فين الولد؟ احتمال تكون بتسيبه عند جدته مثلا، ما هي برضو أمها عايشة في باريس. ما هو ده المتوقع. بس للأسف البوليس الفرنساوي لما راح وسأل في العنوان اللي ادهولهم الأستاذ حسنين ملقاش حد خالص. يعني إيه؟ عزلت؟ هربت؟ لا لا لا، هربت إيه؟ ده احتمال بعيد جدا. لا 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 لا، البوليس الفرنساوي كمان بيأكد إنها ما خرجتش بره باريس خالص. يعني كلها يومين وحيلاقوها. ياريت ياريت ده يحصل. بإذن الله بإذن الله هيحصل. أيوة يا شريف. أنتي فين يا فاتن؟ اصلك وحشتيني قوي. انتي مش وعدتيني ان انتي هتيجي تزوريني؟ ليه؟ ازاي ده حصل؟ محدش قال لي حاجه. دي اخر حاجه كنت اتصورها اني طردت من بيتك. ايوه يا شريف، انا طردت من بيتك. انت لو كنت موجود ساعتها وشفت اللي حصل كنت هتعرف ان انا فعلا طردت. انا مش عارفه ليه باباك بيعمل معايا كده. لا يا شريف معلش، كفاية. انا مش هقدر. عم تسوقي يا عم تسوقي. افندم يا شريف. بيه بابا فين؟ جناب السفير جوه في مكتبه ومحرج علي محدش يزعجه ابدا. ونصيحة يا ابني يا شريف بيه، بلاش تدخله، ده احسن يحدق منك ويحصل بيك ترابول. مش مهم. السطر من عندك يا رب. قمت ليه من سريرك يا شريف؟ الدكتور قال لازم ترتاح وما تعملش اي مجهود. لما فاتن جات لي هنا حضرتك طلبتها ليه؟ عرفت ازاي؟ مين اللي قالك؟ هي بنفسها. هي ازاي قالت لك؟ انت شفتها فين؟ اتصلت بيها وهي اللي قالت لي. احنا مش اتفقنا انك هتقطع علاقتك بالبنت دي ووعدتني بكده؟ انا ما وعدتش بحاجه، انا قلت بس اني هحاول. نفرض انك ما وعدتش، ما حاولتش ليه؟ حاولت لكن لقيت نفسي مش قادر استغنى عنها. اتصلت بيها عشان اسمع صوتها واتكلم معاها، ولما حكيت لي ما بقتش مصدق. كان لازم اعمل كده عشان احميك من نفسك. يا بابا انا مش صغير عشان حضرتك تعاملني بالطريقه دي. وانا ابوك واعرف مصلحتك اكتر منك. ده ما يديش لحضرتك الحق ان انت تختار البنت اللي احبها واتجوزها. شوف يا شريف، في امور لازم نراعيها في حياتنا. الجواز مش مجرد انك تتعرف على بنت وتعجبك لاي سبب من الاسباب وتبقى عاوز ترتبط بيها. الجواز ده نسب وعيلة وسمعة. الجواز ده حاجات كتير لازم نحطها في اعتبارنا، لكن للأسف انت مش بتفكر فيها. لانها ما تهمنيش، وحتى لو افترضنا ايه اللي يعيب فاتن؟ مفيش سبب واحد يخليها مش مناسبة ليه. لا، في حاجات كتير وانت ما تعرفهاش وما تسألنيش عنها. انا في رأيي انها تمنع جوازك من فاتن. ليه حضرتك عايز تحرمني من الحاجة الوحيدة اللي انا حبيتها في حياتي؟ عشان خايف على مصلحتك. انا عارف مصلحتي كويس، ومصلحتي ان اتجوز الانسان اللي بحبها، واللي مش هخلي اي حد يحرمني منها مهما كانت الظروف. شريف. شريف مالك يا حبيبي؟ مالك يا ابني؟ تعبان يا بابا، تعبان قوي. دسوقي يا دسوقي، تعال يا فندم. جاي سرير سعيد دلوقتي. سرير تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال سرير معايا. بسم الله. سليمة يا ابني سليمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الطف يا رب، اللطف من عندك يا رب. معقول انت يا فاتن تتصرفي بالشكل ده؟ تروح الشاب في بيته ومفيش بينك وبينه اي ارتباط؟ كنت عايز اشوفه واطمن عليه. يا حبيبتي كنت قولي لي خدي رايي، مش يمكن كنت اخدك ونروح سوا؟ كان ممكن نروح سوا نطمن عليه. خلاص يا ماما، اللي حصل حصل. اللي حصل حصل ازاي بس يا بنتي؟ وابوه ده يتخانق معاكي ليه؟ عملتي له ايه؟ انا ملحقتش اتكلم معاه. هو من ساعه ما شاف وشي قال لي ما تجيش هنا تاني. انت غلطانه، انت غلطانه انك تروحي لهم لحد بيتهم. انا مش عارفه ممكن ده بيعمل كده ليه. من ساعه ما شافني وهو بيشك فيا، فكر ان في حاجه وحشه، يعني علاقه مش كويسه بيني وبين شريف. هو اصلا مش عايزنا نتجوز بعض.
مش فاهمة ازاي يفكر فيكي بالطريقة دي. انا هتجنن. بس انا مش هسكت له، انا لازم هيبقى لي معاه موقف، لازم نحسب كل الامور المتعلقة بينا. طمني يا دكتور. شريف ضغطه عالي تاني بعد ما كان استقر، في حد زعله وخلاه انفعل. هو فعلا كان في موضوع شغله شويه، هو ده اللي خلاه ينفعل. احنا قلنا لازم نبعده الفتره دي عن اي انفعال. هو ده اللي هيحصل ان شاء الله. عموما انا هكتب له على شويه مهدئات تانيه ياخدها وقت اللزوم، ومفيش داعي نحبسه في البيت، ممكن يروح النادي يغير هوا، بس مفيش داعي يعمل اي مجهود. اوامرك يا دكتور. ارجوكم تجيبوا له الادويه دي وتخلوه ياخدها بانتظام. شكرا. شكرين. ازيك يا نادر؟ ايه اللي جرى؟ شريف ماله؟ انت عرفتي ازاي بالسرعه دي؟ اما لقيت موبايلك مقفول اتصلت بالتليفون العادي، رد عليا تسوقي وبلغني. ايه اللي حصل؟ ولا حاجة، كنا قاعدين بنتناقش مع بعض فانفعل قالت له الحالة من تاني. تتناقشوا مع بعض؟ تتناقشوا في ايه؟ في موضوع هو فاتن. زعلان ان انا مشيتها من البيت لما جت تزوره. اللي انت تصرفت ده صح جدا، ولازم شريف يعرف انه في مصلحته. مش عارف يا نانا، انا خايف اكون ظلمت الولد. واضح انه بيحبها ومتمسك بيها. بلاش كلام فارغ، مصلحته اهم من اي اعتبارات تانية. مصلحته ولا مصلحتك؟ ومصلحتي ايه ومصلحه شريف ايه؟ مصلحته من مصلحتي. سبق وقلت لك يا نانا ان شريف كبر وبعدي عنه، ما تكونيش له مرات اب. يعني ايه مرات اب؟ دي تاني مره تقولها لي يا نادر. وبعدين لما هتجوزك هبقى فعلا مرات ابوه. ما هو ده اللي انا بفكر فيه، وده اللي مخليني متردد ومش قادر اخد قرار حاسم. تقصد ايه؟ مش ملاحظة يا نانا ان في فجوة كبيرة بيننا؟ والحاجة الغريبة في الفجوة دي ان كل ما نقرب من بعض بتزيد اكتر واكتر. واضح انك شايف ان في فجوة كبيرة بيننا، بس الكلام ده جديد، انا اول مرة اسمعه. عشان كنت بحاول الاقي حلول لنقطة الخلاف اللي بيننا، بس للأسف فشلت. واضح ان انا لازم اعيد تفكيري في العلاقة اللي بيننا. بقى كده واضح انك عيت تفكيرك فعلا في العلاقة اللي بيننا، وخدت فيها قرار كمان. لا لسه، ما حبش اخد قرارات وانا منفعل. وافضل ادي لنفسي مهلة افكر من اول وجديد. لا، خد راحتك خالص. على اذنك. اتفضلي. سيناريو جديد. ده انا كنت فاكراك لما طلبت تقابلني انك جايب لي اخبار عن اللي اسمه بيومي ده. يا زوزو يا حبيبتي، بيومي ده سبق وقلت لك هجيبه لك لغايه هنا. والله يا فوزي انا بعد اللي شفته خلاص بدات ايأس فعلا اني ممكن الاقيه. لا انا مش عايز يأس، ان شاء الله كل شيء هيبقى تمام. ان شاء الله. وايه بقى يا سيدي حكايه السيناريو الجديد اللي انت جايبه لي ده؟ انا مش متفقه معاك انت وبهجت ان الفيلم اللي فات ده اخر تعامل بيني وبينكو. يا زوزو الواحد وهو متضايق بيقول حاجات كتير قوي، وبعدين لما بيهدى بقى بيتسامح وينسى. وعين السيناريو ده هيعجبك قوي، ده عبقري. خلاص لما بقفضى ابقرا. طيب توعديني لو عجبك تعمليه؟ بصراحه مش هقدر اوعدك بحاجه يا فوزي، حتى لو عجبني جايز برضو موافقش. يا ستي قريه الاول وبعدين نبقى نتكلم في موضوع الموافقه. كلام معقول. قول لي بقى ايه اخبار فيلمنا؟ لا تمام، باجت خلص المونتاج وشغال دلوقتي في المكساج، وكلها كام يوم والنسخه الزيرو تبقى جاهزه. طب وناوي تعرضه امتى؟ اول ما نجهز، لان حجزت نص سينمات البلد. اهم حاجه يا فوزي الدعايه. زوزو
انا ملك الدعايه ليك عليا يوم الافتتاح نص صفحه في كل الجرايد. هايل. لازم كمان نعمل تريلر كويس قوي ننزله في التلفزيون يوميا مش اقل من 20 مره وفي اوقات مهمه. يا ست انا هعمل كل اللي انت عايزاه وزياده بس ارضي عني بقى. خلاص لما نشوف يا فوزي. واول ما نحدد ميعاد العرض هبلغك بالبريمير عشان تحضري. انت عارفه حفل افتتاح ده مهم جدا بيعمل دعايه جامده جدا في نقاد صحفيين وكله بيكتب. طب بهجت هيحضر؟ بهجت هيحضر؟ هو ده سؤال؟ بهجت ده مخرج الفيلم طبعا هيحضر. لا لو حضر انا مش هحضر. ايه اللي بتقوليه ده؟ انت بتشترطي عشان تحضري بهجت ما يحضرش؟ طب ليه؟ انت نسيت حكايه الخطوبه اللي انت لفقتها لي انت وبهجت ونسيت وعدك ليا انها تنتهي بمجرد عرض الفيلم؟ لا يا زوزو ما نسيتش حاجه. خلاص يبقى من اللحظه دي مش لازم نظهر انا وهو في اي حته مع بعض. يا حبيبتي انا مش عازمكم على الغدا ولا في حفله عيد ميلاد، ده فيلمكم، انت البطله وهو المخرج. انا مش عايزه كتر كلام يا فوزي، هي كلمه واحده بهجت ما يحضرش. انا مش عايزه الصحفيين يستغلوا الموقف يقعدوا بقى يصوروني انا وهو ويرجعوا تاني يكتبوا في خبر الخطوبه ده. انا عايزه الناس تنسى الموضوع ده خالص. وانت ازاي توافق على حاجه زي كده؟ معلش يا بهجت انا كنت مضطر يا حبيبي. مضطر؟ ابقى انا مخرج الفيلم وتعبان فيه وما احضرش البريميره؟ خلاص بقى يا بهجت ما تكبرهاش. طب والصحفيين؟ الصحفيين هقول لهم ايه؟ هبرر موقفي ازاي؟ قول لهم اي حاجه، كنت تعبان عيان مش هتغلب بقى. لا 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 ده كتير قوي يا فوزي كتير. طب انا مش عايزك تزعل. مش عايز ازعل؟ انت لسه ما شفتش انا هعمل ايه. انا هعرف ازاي انتقم منها. ايه ناوي على ايه بقى؟ لسه لغايه دلوقتي ما اعرفش، لسه ما فكرتش، لكن بشرفي هنتقم منها. الو اهلا مدام زوزو. لا مفيش ازعاج ولا حاجه. انا كنت عايزه اقابل حضرتك عشان اكلمك في موضوع مهم، يا ريت حضرتك تشرفني في بيتي. مش معقول كل مره نتقابل في بيت حضرتك، يا ريت المره دي يكون في بيتي انا. تشرفيني يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي يا استاذه اتفضلي. اهلا وسهلا. يا سلام نجمتنا الحبيبة عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. لحظة يا فندم هندي الجناب السفير خبر يجيلك حالا. يا سلام فانتستك. على فكرة فيليتك ذوقها حلوة قوي. أشكرك على المجاملة الرقيقة دي. اتفضلي. ميرسي. اتفضلي. اللي فهمته من كلام حضرتك في الموبايل إن في موضوع مهم عاوزة تتكلمي فيه، أنا تحت أمرك. حضرتك عارف إن شريف ابنك بيحب فاتن بنتي وهما الاتنين تقريباً متفقين على الجواز، بس أنا عرفت إن حضرتك ليك رأي تاني وأنا عايز أفهم منك أنت ليه رافض حاجة زي كده؟ مش شايفة حضرتك إن دي أمور شخصية مش من المفروض الواحد يتكلم عنها؟ هي كانت تبقى أمور شخصية لو ما تخصش بنتي. كل واحد بيبقى عنده ظروف ما بيحبش يصرح بيها لغيره، ومحدش له الحق إنه يتدخل في الحياة الشخصية بتاعت حد تاني. يا دكتور ابنك سمح لنفسه انه يدخل حياة بنتي ويخليها تحبه. يا هانم بالعكس، بنتك هي اللي اقتحمت حياة ابني وخلته يحبها. طب خلينا في الواقع، شريف بيحب فاتن وفاتن بتحب شريف، مش مهم بقى مين اللي بدأ ولا مين المسؤول، ليه احنا ممكن نقف في طريق سعادتهم؟ ومنين حضرتك تقدري تعرفي ايه اللي يسعد او ما يسعدش ابني؟ انا اشك ان حضرتك كمان ممكن تعرف ايه بالظبط اللي يسعد ابنك. انا اللي اعرفه يعني ان حضرتك عندك مشغوليات ومسؤوليات كتيره بتخليك اغلب الوقت بعيد عن ابنك، ده غير ان والدته كمان الله يرحمها مش موجوده، يعني الولد محروم من حنان الام وكمان حنان الاب. ليه حضرتك عايز تحرمه كمان من الانسان الوحيده اللي حبها؟ حكايه الحب دي يا هانم انا ما بعترفش بيها، ده لعب عيال ومسيره ينتهي.